اعترف قائد بالحرس الثوري الإيراني أن الهجوم الحوثي الذي استهدف ناقلتي النفط السعوديتين في مضيق باب المندب كان بطلب من الحرس الثوري. نشرت وكالة فارس الإيرانية تصريحا لقائد تابع للحرس الثوري والذي قال أنهم طلبوا من اليمنيين أن يهاجموا ناقلتي النفط السعوديتين. وبعد دقائق من نشر هذا الخبر حذفت وكالة فارس هذا التصريح الذي يعتبر اعترافا إيرانيا صريحا بدعم ميليشيات الحوثي من صفحاتها. أضاف القائد في الحرس الثوري أن ميليشيات الحوثي في اليمن وميليشيات حزب الله اللبناني تمثلان العمق الإيراني في المنطقة.